نروح لأخبار تنس الطاولة، والنادي الأهلي حصد لقب الفردي لمسابقات الناشئين والناشئات تحت 18 سنة لتنس الطاولة، واللي أقيمت بالصالة المغطاة رقم 2 في استاد القاهرة. في مسابقات الناشئات حصلت هنا جودة لاعبة النادي الأهلي على المركز الأول، وجه في المركز الثاني فريدة محمد بدوي من النادي الأهلي، وفي المركز الثالث آلاء يحيى لاعبة نادي الجزيرة، وفي المركز الرابع لاعبة الزمالك هند محمد. في مسابقات الناشئين حصل مروان جمال شحاتة على المركز الأول، وفي المركز الثاني لاعب نادي الزمالك محمد وليد سعيد. في المركز الثالث لاعب نادي ام بي يحيى مصطفى سعد، وفي المركز الرابع محمد سامح أحمد لاعب نادي الزمالك. كاميرتنا كانت متواجدة في البطولة، تعالوا نشوف منها هذا التقرير ونعود مرة ثانية. الاجراءات الاحترازيه الحمد لله احنا ماشيين فيها من بدايه الموسم، والحمد لله ان هي بتعدي على خير، ودي فيها اهتمام كبير معانا دكاتره هنا، ومعانا طبعا مجهزين لكل حاجه. يعني دي من الاساسيات، وخاصه للناشئين والناشئات طبعا. بالنسبه حتى في المعسكرات في التدريبات بيبقى الاجراءات الاحترازيه برضو على اعلى مستوى. بنرجع نقول برضو ان الاهتمام الاول والاخير برضو من الانديه ان هم برضو بيحافظوا على لعبتهم وبيوصلوا لغايه عندنا، وبرضو احنا بنكمل هذا الاجراءات. يعني شايف النهارده المستوى الفني للبطوله ازاي؟ وبص اقدر اقول لك مستوى الفني مرتفع وعالي، وخاصه النهارده ان البطوله دي كانت تحت 18 سنه اولاد وبنات، افضل 64 اولاد وبنات، افضل 64 برضو. البطولة كانت بتقام بنظام الدوري وفي النهائي الكورسات، وبيطلع بناخد منهم الأربعة الأوائل هنا وهنا، والحلو إن معظمهم اللي طلع الأربعة الأوائل سواء هنا وهنا في منتخب مصر للناشئين والناشئات، اللي هي بتبشر بالخير في الفترة اللي جاية ومستقبل يعني اللي جاي. مستواهم كويس جدا، مرتفع جدا، إحنا مبسوطين بيه، علشان في البطولات الافريقيه اللي جايه بطولات عالميه ان شاء الله يكون مصر دايما في المقدمه. هي طبعا بطوله 18 دي من اصعب البطولات، عشان كلنا يعني كلنا لعيبه جامده، يعني عشان دلوقتي المنتخب ما شاء الله اول 16 كله يعني زي بعض يعتبر. اصعب ماتش بالنسبه لي كان ماتش السيمي فاينل وانا بلعب مع الاء، كان ماتش 3-1 بس كان كل جيم بيوصل لحد اخر نقط، بس الحمد لله الفاينل مشي. بس انك يبقى في فرق سن ما بينك وما بين اللعيبه اللي بتلعبي قدامهم، ده في الاول كان بيعمل لك مخاوف، دلوقتي اتعودتي على الموضوع ده ولا بتشوفي القصه دي ازاي؟ لا انا عمري ما كنت بخاف من ان انا العب مع الكبار، عشان متعوده من انا عندي 7 سنين وانا بلعب الايفنتات اللي اكبر مني يعني على طول، فمتعوده يعني مش بتفرق معايا. بدايتك في البينج بونج كانت ازاي؟ يعني ايه اللي حببك في البينج بونج قوي كده؟ اخويا كان بيلعب سباحه وانا قلت يعني مامي كنت بلعب هاند بول، مامي قالت لي تعالي نشوف لك لعبه تانية كده تجربيها، نزلت قالوا لي هقص لك الترابيزه، قلت حلو مش مشكله. انت ان شاء الله موجوده في الاولمبيك جيمز؟ انا دلوقتي محطوط اسمي بس هم لسه ما قالوش انا لسه هروح ولا لا، فان شاء الله ياخدوني يعني واروح. المنافسات قويه جدا، يعني اللعيبه كلها طبعا قويه. انا خسرت في السيمي فاينل من هنا جوده 3-1، بس الحمد لله يعني قدرت اكسب اللعيبه في الثالث والرابع من الزمالك 3-0. ليلي بقى لكم قد ايه بتتمرنوا عشان تلعبوا البطوله دي، ولعبتوا كام ماتش النهارده؟ انا النهارده لعبت 4 ماتشات، ماتشين في دور الثمانيه والماتشين بتوع السيمي فاينل والثالث والرابع. احنا اساسا يعني تمرين الفتره دي صعب برضو بسبب الكورونا، بس بنحاول على قد ما نقدر نحافظ على التمرين وما نقصرش فيه. في البدايه احنا طبعا حريصين ان احنا نستكمل النشاط في ظل الظروف بتاعه كورونا دي، ولكن مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه لحفاظا على صحه كل اللاعبين واللاعبات، وبرضو احنا كنا مصرين على استكمال النشاط لاسباب كتيره جدا، اهمها ان طبعا اللعيبه تبقى موجوده في الملاعب وفي الانديه، وان هي تستمر في ممارسه الرياضه والنشاط. طبعا اخر حاجه مؤخرا ان طبعا قرار مجلس الوزراء يعني ارجاء نشاط الناشئين لحد 1 ابريل، فده طبعا احنا لازم نلتزم بهذا القرار، ولكن مستمرين في مسابقات الرجال. النفسات طبعا كلها صعبه ومفيش حد سهل، من اول البطوله لحد اخرها كله يعني كله يتعمل له حساب وكله كويس. قبل البطوله كنت متوقع يعني ترتيبك وتصنيفك انك تاخد المركز الاول؟
يعني كان في حتة يعني اللي هو يعني مركز ان انا اخد اللقب يعني. طبعا احساس يعني قوي، وكنا بنحاول نجهز قبل البطولة على قد ما نقدر، والمنافسات يعني كانت صعبة يعني، بالذات اخر ماتش فاينل.